من الآخر للكاتبة الصحفية أسماء جمعة تعنون هذا العنوان وتقول السودانيون المقاتلون في ليبيا. تبتدر أسماء جمعة هذا المقال وتقول: في عهد الإنقاذ أصبحنا نسمع كثيرا عن سودانيين مرتزقة في دول عربية أو إفريقية مع قوات تقاتل في بلدها من أجل قضايا تخصها ولا تخصنا نحن السودانيين، ولا علاقة لنا بها لا من قريب ولا من بعيد. وتمضي أسماء في هذا المقال وتقول: مصادر وتقارير مختلفة أكدت أن هنالك آلاف المرتزقة السودانيين يقاتلون في ليبيا. وفي الأسبوع الماضي صدر تقرير لصحيفة غارديان قالت فيه إن المئات من المرتزقة السودانيين انضموا حديثا إلى قوات حفتر التي تقاتل الحكومة الليبية، بالإضافة إلى مجموعة قديمة. تواصل أسماء بالقول: السؤال الذي يفرض نفسه، ماذا يريد هؤلاء المقاتلون؟ هل هم يقاتلون من أجل القتال فقط أم لسبب آخر؟ وبغض النظر عن الهدف الذي من أجله يقاتلون، لماذا اختاروا القتال في دولة أجنبية؟ تستمر وتقول أيضا: هؤلاء المقاتلون عندما كانوا يقاتلون حكومة البشير كانوا على حق، وكان عليهم الالتزام بحدود دولتهم والعمل مع غيرهم في بناء وتغيير السودان بعد سقوط البشير، وليس أن يبحثوا عن حرب أخرى. ألم يسألوا لو اتفق الليبيون مع بعضهم وأوقفوا الحرب، ماذا سيفعلون؟ هل سيبحثون عن حرب أخرى في دولة أخرى؟ وماذا سيفعلون إذا لم يجدوا حرب أخرى؟ تسترسل أسماء وتقول: على الحكومة الانتقالية أن تسعى جادة لاستعادة هذه المجموعات، وهي كلها تتبع للحركات المسلحة التي تريد الاحتفاظ بهم كمقاتلين لوقت الحاجة. فقادتها ما زالوا يقنعونهم بأن هذه الحكومة لا فرق بينها وبين حكومة البشير. وتختتم هذه الزاوية: يجب أن تضع الحكومة الانتقالية مشكلة المجموعات التي تقاتل في الدول الأجنبية نصب عينيها، وتسعى لإعادة أفرادها والاستفادة منهم بعد إعادة تأهيلهم، فالسودان أحق بهم، تقول أسماء.